ادم، البرنامج بتاعك عمال يكبر وانت بتصغري زي عصافير البرنامج. ايه يا سيد الوقت ده؟ يلا على النشر عايزين نطلع بالبرنامج بسرعه. ايوه عليا اصل ايه ولا اصل ولا فصل. يلا يلا. طيب المستعجله دائما. اشوف ثانيه واحده لسه بس التصليحه بسيطه صغيره. بروفيسور بحقه حقيقي. شغله قد ايه؟ مفيش 3 دقايق. 3 دقايق كتير؟ لا لا. يلا هسبقه حسنيني بسرعه. ممكن افك شعري وانا طالعه كده. ممكن. بتموت في شغلها. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا عم حسن. مين يقول ان البرنامج بتاعنا عدى 5 سنين؟ اتصور. ازاي في البرنامج بعد كده؟ حاسه انها بنت هشغلها مساعده مخرج معاكي. بس مش زيك مستعجله قوي كده. طب يلا استعدي احسن. صلاح ابتدى النشر. على مهلك عليها. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم ونقرا على حضراتكم اولى نشراتنا الاخباريه لهذا اليوم. انهت الامم المتحده جلستها الاخيره اليوم على ان تبدا الدوره القادمه مع بداية الشهر القادم. أعلنت شركة الطيران العالمي عن فقدان طائرتها القادمة من جنيف إلى القاهرة، وكان مطار جنيف قد تلقى استغاثة من قائد الطائرة التي تعطل أحد محركاتها النفاثة نتيجة لعطل فني أصابها في الجو هذا، وللآن لم يتأكد مصير الطائرة. بينما توجهت إلى المنطقة طائرة الهليكوبتر من فرق الإنقاذ، ومن ضمن المسافرين عرفت أسماء بعض الشخصيات، منها رونالد سيمون وزير التجارة النمساوي وأعضاء لجنة الهيئة الصحية المشتركة في مؤتمر جنيف الصحي الأخير. ولا زالت الأسماء الأخيرة مجهولة حتى هذه اللحظة. علي سمعني، الطيارة دي المفروض ممدوح حاجز العرض عليها. تعادل فريقي الأهلي والزمالك بهدفين لكل منهما بعد ما انا لازم اعرف من ضعف الطياره دي ولا لا؟ اعملي معروف عليا، ارجوكي سامعاني. مدام عليا ستاند باي. تليسين لحظه من فضلك. نو ارجوكي اثبتي، لسه ما فيش تفاصيل جديده. جايز يكون جهاز اللاسلكي باظ، او جايز تكون الطياره هبطت هبوط اضطراري. يا أحلى الحلوين، يا أقمر الأمامير، يا أصغر الصغننين، إزيكم؟ وحشتوني من الأسبوع اللي فات. أنا بقى كنت عايزة أقول لكم إيه؟ أقول لكم الله، مش معقول، إيه اللي جاب التورتة دي هنا؟ هو عيد ميلاد مين النهاردة؟ أسأل مين؟ أسأل مين؟ أسأل مين؟ أسأل التورتة. يا تورته يا تورته، يا ام 5 شمعات، يا ترى مين يا تورته عنده 5 سنوات؟ انت؟ لا لا، ده مش انا. انا في عمري 100 سنه، راجل في حالي ومحترم، ولا عيد ميلاد ولا عكننه، وما احبش طعم التورته. علي أرجوك روح شوف الأستاذ صلاح إذا كان عنده أخبار جديدة عن الطيارة في التيكرز. بدوي خد كاميرا 2. يا ام 5 شمعات،
الشمعات. يا ترى مين يا تورتة عنده 5 سنوات؟ انت. انا عمري بس 3 شهور ليك، انما لسه صغير ازعل فاضي بكل سرور اول ما اشوف التورتة. يا تورتة يا تورتة يا ام 5 شمعات، يا ترى مين يا تورتة عنده 5 سنوات؟ انت. وليتك معرف عمري كام. 5 سنين 5 ايام. زلطة حلوة والسلام، واحبك للتورتة. يا تورتة يا تورتة يا ام 5 شمعات، يا ترى مين يا تورتة عنده 5 سنوات؟ انت. انا ابدو من غير عيد ميلاد، لكن وقتي كله اعياد، احب اخد 100 اولاد صداني بقى للتورتة. يا تورتة يا تورتة يا ام 5 شمعات، يا ترى مين يا تورتة عنده ايه؟ 5 سنوات. انا؟ طب انا هقول لكم النهاردة مين عنده 5 سنوات. عارفين مين؟ مين؟ برنامجنا ده ازهار الربيع، كبر وبقى قد كده اهو، وحيد في 5 شمعات. ودلوقتي بعد ما عرفنا ان دي تورتة عيد ميلاد برنامجنا ازهار الربيع، عايزين نعرف التورتة دي مين اللي جابها لنا علشان نقول له شكرا شكرا شكرا. وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي جابها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب ووضبها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقول له كتر خيرك؟ اظهر في بال يا عمنا وتعالى لنا. انا الفلاح معايا الفاس، بغيتي بشتغل بحماس، بالمحرات اشق الارض وازرعها عشان الناس. عايز لي وسام على صدري عشان انا بصحى من بدري، وبزرع قمح التورتة وهزرع تورتة طول عمري. وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي جابها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب ووضبها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقول له كتر خيرك؟ اظهر وبان يا عمنا وتعالى لنا. انا الطحان زي ما طحنتي، تعالي لي يا ست انتي، هنزل عندك الشيلة وعندك برضو يا بنتي. انا الوسطى انا الطحن، وطحن القمح انا فنان، ثانية احول ولدين عشان الطرطة والبتيفان. وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي جابها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب ووضبها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقول له كتر خيرك؟ اظهر وبان يا عمنا وتعالى لنا. انا الفرج وسط فرن، ماشي نعلمك روح وارمي، اسوي الكحك وسط النار وازيد فيها الوقت واحمي، يتم سروري وهنايا بقالب كيك وجاتو هايا، وبتجنن من الفرحة اذا ما عمل تورتايا. وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي جابها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب ووضبها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقول له كتر خيرك؟ اظهر وبان يا عمنا وتعالى لنا. انا اللبان مع مراتي، طموسنا بنحلب يوماتي، ونعمل قشطة مع زبدة مع كريمة هولنداتي، ولما يولد يا ورطة رغاوي ما تحتهاش خرطة، اول بدون كاموسادي ما فيش حاجة اسمها تورتة. وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي جابها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب ووضبها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقول له كتر خيرك؟ اظهر وبان يا عمنا وتعالى لنا. انا الحلواني يا اطفال كله عندي عالي العال، اصور بالكريم شنطي زخارف حلوة في الاشكال، ازوق فاكهة ومربى
مكسره حبه واوراق ورد شوكولاته وفوقهم جوز حمام بنده. ادي الفلاح وادي الطحان وادي الفران وادي اللبان وادي الحلواني، بقوا خمسه اللي عملوا تورته عيد ميلاد برنامجنا في السنه الخامسه. وكل عيد ميلاد لازم نفكر في الخمسه دول ونقول لهم شكرا على الحاجه الحلوه اللي بننور فيها الشموع بعدد السنين اللي عشناها من يوم ما اتولدنا. ودلوقتي فاضل ايه؟ نفي الشموع دلوقتي حالا حالا حالا. هابي انها شبهك بالظبط. برامج عايزاك ترجع التلفزيون تاني وبرنامج جديد. لا مش هقدر. لا ما انت عارف يا سمار. انت عرفتي ايه فكره البرنامج؟ ده اهم برنامج محطوط في خطه الدوره الجديده. لا ما طب بعدين نبقى نتكلم. مفيش بعدين. انت بقالك ثلاث سنين انها احلى، مش معقول كده. لازم ترجعي شغلك لجمهورك. خايفه؟ خايفه؟ انت عارفه يعني ايه ثلاث سنين ما تقفيش قدام الكاميرا؟ انت اللي بتقولي الكلام ده يا نهى. انت اللي قدمتي اهم برامج في التلفزيون، شخصيات، لقاءات، اطفال، تقولي خايفه؟ يا ستي يا تخافي ولا حاجه. انت عرفتي فكره البرنامج ايه؟ هو عباره عن لقاء. هتختاري شخصيه تكوني متفوقه في اي مهنه معينه، تدرسي الحياه الشخصيه دي دراسه كامله وتطوريها في فيلم، وهنعرض فيلم في البرنامج من غير الضيف ما يعرف. وبعد كده الضيف ده نديله جايزه بس على شرط. ايه هو؟ شفتي بقى ازاي قدرنا نضر رجلك؟ لا ده ايه؟ شوفي بقى، الضيف ده هياخد الجايزه بس على شرط ما يحتفظ بيها لنفسه، وياخدها بالتالي يديها لواحد هو يختار، على شرط ان الشخصيه اللي يختارها يكون هو مقتنع ان هي دي فعلا اللي تستحق الجايزه. ايه؟ قلتي ايه؟ قلت ايه؟ في البرنامج الجديد. الله نهى، ارجعي لجمهورك لانك وحشتيه ووحشتينا. هفكر. ايه يا شن؟ تعالي. مالك؟ روحي. ايه؟ تعبتي؟ شفتي انا مش قلت لك هتجري كتير وتتعبي؟ يلا نلعب لعبة الجامعة. طب حبيبتي، يلا نلعب لعبة الجامعة. كمان بقى يلا حبيبي. يلا. تعالي. على اذنك هنلعب لعبة الجامعة. لا. ها؟ اي اي. انتي لسه صاحية؟ انا بكتب جواب لبابا. ولا نجح ابني ليش؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي انه مسافر. الجواب ده انا هبعته له. وما انت كل شويه تقولي لي هات الجواب ده هبعته له ما تبعتوش. ليه بتقولي كده يا نور عين؟ عشان بابا مش بيرد علي. لا المره دي هيرد عليكي بقى. صحيح؟ صحيح. الله
حلوة أوي يا ممدوح، لكن ليه اخترت اللوحة دي؟ فكرتني بيه. أنا البنت الحلوة دي. طبعا، بس أنا الطالب المسكين ده بسافر كتير وبتوحشيني كتير. كفاياك سفر، نفسي تفضل جنبي. خلاص هطمن على فرع الشركة في جنيف وساعتها نجيب لبعض أجمل هدية في الدنيا. لو ولد نسميه خالد، بس لو بنت هتسميها ايه؟ شيرين. حلوة قوي وشاطرة في الحضانة وبتسمعي الكلام وبتشربي اللبن، عشان كده انا بحبك قوي 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 قوي. عارفه وايه كمان؟ تعالي وانا اقول لك. بصي تعالي 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 جري. بصي وبيبوسك قوي قوي قوي. ادي بوسه اهي وادي بوسه ثانيه اهي وبيبوسه صغنونه يا شطار. بوسه صغنونه وبيبوسك قوي 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 يا حياتي. طب غنيل غني ايه؟ وبعدين معاك في الاوامر اللي على الصبح دي. لا غني 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 بابا. لا بتاعت العصفورة. بتاعت العصفورة بتاعت التلفزيون؟ اه. وهتفطري كل الفطار؟ اه. الفطار كله. وهتعملي معايا تمرينات الصباح؟ اه. ماشي؟ جد وجد. جد وجد.
ياكي في البلكون انتي تنغولوا بحماري يا بسبسي يا قانونة وهتقعدي عندك كتير يا عصفورة العصافير يا قمر بالقمام يلا الاوتوبيس بعد شوية هيعدي ويضرب زمامير تيب تيب يا شيرين تيب 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 مش فاضيين يلا يا بنتي لا تحكي لي حكايتك فقرة والأرنب كان في زحلفة رجليها مكتفة قالت لها النملكة الزحزح قالت لها النملكة الزحزح قاعدة متقرفة قالت لهم ايه انا زي كل اهلي لما واحد من دولي على بال ما وصلنا كلنا وانا لسه على معني الارنب قال انا هنط الجدعانة واجري اسرع من السيارة ومن صوت الغنى قالت له يا فطار كل كلامك هزار انت النظام منك يا دوتي في ثلاث امتار قال انت بتضحكيني ما تطلعش مجنيني لو كنتي قد كلماتي اتفضلي صدقيني هيكونوا للسنة عارفة ليه؟ لا استنى ليه؟ تيجي نفع
مكان وشيرين برضه هتاخد احلى مشان في المهرجان افتحي بقك ههم وانا هاكل لحمتي علشان ابقى حلوه وطعمة واحبل واحوز كل الناس وشعري انا بقى يا متموزيل معمول عليك المديل افتح البيت جراب واك رم غبل نهار وليلة هم نهار لم بغم يعني شيرين اشطر منك افتح بقك هم هم هر لم بغم عليا فهميني ده من ساعة ما شيرين دخلت الحضانة محتاجة لكل دقيقة في عمري ده انا بعمل لها اب وام واخ واخت وجنينة حيوانات بحالها طب اسمعي الخبر ده برنامجك يا ستي اتحط في خطة الدورة الجديدة يلا بقى شدي حيلك ما تضيعيش وقت اي اعتذارات مش مقبولة ده قرار لجنة البرامج هجيب وقت منين لا 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 يا نوح لا ضروري هتلاقي حل حاضر يا فندم هندور على الوقت علم جامد اكتر مش خايفة مالك يا شيرين مدام نهى الحقيقة حالة بنتك حالة خاصة بخطيرة ولازم عملية عملية؟ عملية ايه؟ عملية ايه؟ يا بنتي في سن تسمع لها بعملية؟ عملية ايه؟ لازم تسافر بيها بره يا اما تستني وصول الدكتور محمود عبد اللطيف هو متخصص في العمليات اللي زي دي ايوه يا دكتور بس انا عارف ان الدكتور محمود عبد اللطيف عايش بره بقاله فترة طويلة هو جاي بدعوة خاصة بمركز القلب هيوصل امتى يا فندم؟ خلال ايام وحالة شيرين تسمح انها تستنى؟ ما انصحش الدكتور تاني يشوفها غير الدكتور محمود عن اذنك اتفضل يا دكتور عملية ايه يا شنو؟ عملية ايه؟ خير في حاجات بسيطة بتحصل دايما لا لا يا شنو خير خير ان شاء الله Oh.
دخلتي الدكتور محمود عبد اللطيف في اوضه العمليات. فين من فضلك؟ اخر الكوريدور على اليمين. متشكره جنيه المذيعة، عرفتيها؟ شكلها حلو. كتر الف خير. ما تشكرنيش على اشكر الدكتور محمود. هو فين من فضلك؟ دكتور محمود في اوضته الاستريحه قبل العمليه الثانيه. متشكره قوي. مها سالم. اه المذيعه بتاع التلفزيون. اهلا وسهلا. دي يا واحده. شكرا. يا اخي مش سايبين ولا حاجه. بيقول لسيادتك هو اسف. اتفضلي يا مدام تعيط. اسف يعني ايه؟ قلت لها حضرتك اسف برضو دخلت. مش فاهمة، مش فاهمة يعني ايه اسف. ابنك عمره كم سنة؟ 7 سنين ونص. هي المسألة وصايت ولا إيه؟ أنا بنتي عندها 3 سنين وبتموت يا دكتور. بنتك؟ أنتِ مش قلت إنك مذيعة؟ أي مذيعة، لكن في مانع إن يكون عندي بنت وبتموت ومحتاجة لك. أنا آسف، آسف جدا. أنا فهمت غلط. أنا اعتقدت إنك جاية عشان برنامج أو حديث تلفزيوني، وأنا ما بحبش البرامج أو الأحاديث التلفزيونية. أنا آسف، آسف جدا. بنتك فين؟ أنا خايفة أكون أنا السبب، أصل كنت في الشهر الثاني وبشتغل، وبعدين صدمة والدها يعني كانت صدمة شديدة قوي عليا. أصل خفت لفقتها زي ما فقدت أبوها. كل ما فيش حاجة يعني تهيألي هو ده السبب. مدام نهى، أي أرجوكي ما تلوميش نفسك. بعد الاشعاعات والفحوصات والقسطره تاكدت ان بنتك عايشه ببطين واحد. ده طبعا شيء غير طبيعي، لان المفروض الانسان بيعيش ببطينين. انها ما تقلقيش، عمليه ان شاء الله هتبقى تمام. في حالات كتير قوي بالشكل ده. الحالات دي كانت لا 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 اصحاب عايشين عالي. ممكن اوريكي صورهم لو جيتي مره زرتني في عيادتي بره. حضرتك مسافر؟ انت حضرتك مسافر؟ اه قريب. بس طمني، انا مش هسافر قبل ما اعمل عمليه بنتك. اتفضلي. واتاكد ان العمليه بقت تمام. بس انا ليا طلب خاص. انا مستعده لكل طلباتك. حضرتك فهمتني غلط. متاسفه. ارجوك تقدر ارتباكي. وده اللي انا عايز اكلمك فيه. اوعي تفتكر ان الحبل السري بينقطع بين الام وبنتها بمجرد الولاده. موجود، موجود بالمعنى النفسي. مدام نهى ارجوكي ما تعكسيش قلقك وتوترك على بنتك. خايفه يا دكتور، شيرين هي كل حياتي. يوم السبت ميعاد العمليه. شيرين تعالي يا حبيبي. ايوه على مهلك، على مهلك، على مهلك. الاموره دي هتفضل معانا. بس انا عايز اروح للدكتور بتاعي. للدب بتاعها؟ اه لا، اذا كان على دردوب ناخد له اذن خاص عشان يجي يقعد معاها هنا. وايه كمان؟ بس مامي ما تسيبنيش لوحدي. لا يا حبيبتي، ماما مش هتسيبك ولا انا كمان هسيبك.
جميل يا حبيبتي. تعرفت تشوف عليا؟ يلا ايوه بوم 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 بوم. انا لا طب يلا شوف عليا انا عامل كده. يلا يلا انت قول اه اه انت وانا كشفت وانت كشفتي؟ لا حطي هنا امك شفي هنا 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 ايوه ايوه زي الاولاد الحلوين كده بالظبط حطي كده. نعم نعم عمو عمو عندك اولاد العب معاهم؟ مش عايز اشغلك اكتر من كده بقى عن المرضى بتوعك. لا 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 بالعكس بالعكس اسمحي لي. دي كانت فرصه اني اتكلم مع مدام عليا واستاذ صلاح. يعني هقول كتير عن ظروفك وعن شجاعتك. مش شجاعه قوي بس هو الواحد بيتعلم من الصدمات. ايه
اتوسط عنك في حاجة وروني ما فهمش في الحاجات دي. انت تؤمر يا دكتور. عايزينك ترجع شغلي في التلفزيون. انا الحقيقة ما شفتلكيش ولا برنامج شغلي وجودي دايما بره حرمني من حاجات كتير. وما اقولولكش على فكرة البرنامج ولا اديت المقترح. الحقيقة لا. انت حضرتك يا دكتور محمود. بس انا ما احبش اطلع في التلفزيون او تتكلم في الصحافة. ده صحيح. بس في ناس كتير سمعوا عن وجودك في مصر ومهتمين جدا انهم يعرفوا كل حاجة عنك وتكلموا عن خبراتك في الطب. ما تنساش انك مشهور جدا واحيانا تبقى مش ملك نفسك زي النجوم. انا مسافر. قبل سفر حضرتك. ما افتكرش. بس انتي لازم ترجع لامورك. ما افتكرش. خدي نفس كمان كمان كمان. نلف بقى بشويش. ايوه برافو. هي كده لا خالص. الله ده دبدوب الطيارة. تديني الطيارة دي؟ لا. لا ليه؟ عايزة أسافر بالطيارة وما ترجعش زي بابا. ايه الكلام ده يا حبيبتي؟ مين قالك كده؟ بابا مسافر وهيرجع. خلي الطيارة معاكي وخلي الحجارة معايا. ليه؟ علشان محدش يقدر يسافر من غير إذنك. صحيح؟ صحيح. قد إيه سكر؟ نص معلقة. والنص التاني؟ للفنجان التاني. أنا عايز أكلمك دلوقتي عن موضوع حساس أرجو إنه ما يجرحش مشاعرك لأني بعتبر نفسي دلوقتي مسؤول معاكي عن شيرين. ده أنا مديونها لك بحياتها. أستغفر الله العظيم. ربنا كبير. بس اللي عايز أقوله إن في مشكلة هتواجهيها قريب. بنتك لازم تعرف الحقيقة عشان ما تعيش في وهم وبعدين تصدم لما تعرف ان باباها. انا بصراحة خايفة عليها. ما اقدرش اواجهها بالحقيقة. خايفة. مش هي دي المشكلة. لان بنتك اصبحت طبيعية. المشكلة انتي. تقدري تقولي لها الحقيقة؟ ما اقدرش. يعني مش عارفة. كلها 3 ايام وبنتك تخرج من المستشفى وتروح. تقدر هناك تكلميها. هي مش لسه بدري تخرج من المستشفى. هنا على الاقل في رعايتك. يوم السبت الساعة 7 حاجة تطمن عليها. ايوه حبيبتي. يلا يلا يا روحي كملي الفروت بتاعك. كمان واحدة؟ كمان واحدة هنا؟ ايه؟ ايه دوري انا. وكمان واحده. مساء الخير. اهلا يا دكتور. اتفضل. المدام زمانها جاي. ساعتكم مأخرة حوالي 5 دقايق. أهلا. أوبا أهلا. ده أنا بتشوكك. ده أنا بتشوكك. حاضر.
المرة الجاية هعمل حسابي. تشرب ايه يا دكتور؟ اشرب قهوة سكر قليل. حاضر. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ استنى هنا؟ انت هتعمل ايه؟ تجيب اللعبة يا بابا جايبها لي. تجيب اللعب اللي بابا جايبها لك. ما كنتش عايزة أصحيك. هو أنا نمت؟ اتفضل. باين عليك التعب، ما بتنامش كفاية. من الصبح عمليات. حضرتك بتجهد نفسك قوي. أنت تنفع دكتورة. تشخيصك مظبوط. حياتي اليومين دول عمليات وبس. ممكن أسألك سؤال؟ للتلفزيون؟ لا ليا. اتفضل. عملت كام عملية أخيرا؟ في مصر 10 عمليات. وعموما؟ عموما بره حوالي 70 عملية. كلها عمليات ناجحة طبعا. بعد عملية واحدة. أهلا. شايف الحصان ده؟ الحصان؟ الله، انت كمان بكرة هتجري زي الحصان. ايه ده؟ ايه الكروت دي؟ ده بابا بعتهم لها من كل بلد. حبيبة شيرين، احبك جدا، وهذه الصورة ارسلها لك من فينيسيا الى الامورة شيرين روما. الله، صور حلوة قوي، كلام ظريف، وطابع كلها من مصر. حبيبتي الشيرين، البطاريات دي تاخديها تحطيها في الطيارة بتاعتك. وبابا هيرجع فيها؟ يا حبيبتي، بابا موجود في مكان أعلى من أي طيارة. افهميني، بنتك الحمد لله بقت بخير، والدكتور محمود كلها كام يوم ويسافر، ولجنة البرامج قررت ان هو اللي يبقى ضيف الحلقة الأولى، وانت اللي تعديها وتقدميها. حتى لو وافقت الدكتور محمود مش هيخش التلفزيون. انت وشطارتك. الدكتور محمود ده فرصة، وجوده هنا فرصة ما تتعوضش. راجل مشهور وناجح، والناس عايزة تشوفه وتعرفه. مش راضي. اقنعيه.
اقنعها ازاي بس يا مدام علي اذا كنت انا نفسي مش هقدر اطلع في البرنامج؟ فاهم طبعا، فاهم اهميه رجوحه شغلها بالنسبه لحياتها ونفسيتها، بس ارجو ان كنت تختار وظيف تاني غيري. يا فندم انا عارفه اني بتقل عليك، بس دي خدمه انسانيه ممكن تقدمها. حضرتك عملت اكبر العمليات الطبيه الناجحه، عملت عمليه عظيمه لبنتها، فاضل انك تعمليها هي كمان عمليه. انا لو وافقت اني ارجع البرنامج ده فيبقى لازم اقعد مع حضرتك اكتر من مره، يعني عشان اجمع معلومات اعد بيها البرنامج. دكتور محمود اسمح لي ادخل حياتك ولو ل 48 ساعه. انا عارفه ان حضرتك مشغول قوي، يعني وراك عمليات ومسافر، لكن تاكد اني مش هكون مزعجه ليك. بالعكس، تاكدي اني انا اللي هكون مزعج ليك. لا ابدا يا خبر، بالعكس ابدا. انا متشكره قوي. مع السلامه. ده معنى كده ان انا وافقت اني الصور اللي في حياتك؟ أكيد كلها؟ أيوه. الصورة دي من أيام المدرسة في يد العلم. أنت كنت تلميذ شاطر قوي، شايل كاس أكبر منك. خلي بالك ده مش كاس علمي. أمال إيه؟ كاس رياضي. في إيه بقى؟ في الكورة؟ لا، في الجري. انت بتعرف تجري زينا؟ شوفي ازاي، لا اعرف اجري زيكم. يعني ده هروب من وانت صغير يا دكتور محمود. كل انسان بيهرب من حاجه. اظن كفايه اسئله كده. شويه بس كمان يا دكتور. ناقص تقولي لي نخرج نتفسح ونروح جزيره الشاي. لا يا فندم. ايوه. طب حولي المكالمه. سي سولو دكتور محمود كي بارلا. ماريا كم ستاي؟ بينيسيمو. ديتشامو ال 12 فا بيني؟ بينيسيمو. نو كانسيلا توتي لي ابونتامينتي. بين اديو ماريا. تشاو. دي طبعا السكرتيره بتاعتك بره. لا، في اسئله ثانيه خاصه بالبرنامج؟ يعني سؤالين كده كمان. برنامج زي ده ليه يبقى على الهواء؟ ليه ما يسجلش؟ عشان دي تابعت البرنامج. جاهزين العمليه؟ جاي حالا. ممكن احضر العمليه معاك؟ لا، انا مش هتكلم، يعني مش هتنفس. انا متاكد. العالم من ايديك. دي صورة واحد ست عملت لها عملية كبيرة شوية ادتني صورتها. على فكرة هتلاقي عندي صور كتير قوي من النوع ده للكبار والصغيرين. هو ده رصيدك الانسان،
حب الناس ليك واعترافهم بجمالك دي حاجة مش لازم تخبيها. على فكرة ده هيساعدهم جدا لما يعرفوا انك انت لسه محتفظ بصورهم وجواباتهم. تفتكري؟ طبعا. على فكرة انا اكتشفت انك انت مخبي عني حاجات تانية. عرفت انك انت واخد اكتر من شهادة، اكتر من وسام من جمعية طبية. وافكرك تاني ان البرنامج على الهوا، يعني لازم تجاوب على كل الاسئلة. كل الاسئلة؟ ايوه. حتى لو في حاجات خاصة في حياتي عايز انساها او امسحها من ذاكرتي. علشان تقدر تمسحها لازم تشوفها الاول وبنظرة جديدة. بس مش اكتر من نص ساعة. ممكن نبتدي دلوقتي؟ مفيش مانع. دكتور يا مدام فضل، دكتورة جابت لها حياتك مش فاضي لمدة اسبوع والعمليات معاك. انا لو لفيت الدنيا بحالها من مباراة لتصوير. اتفضلي. ايه رأيك في الفندق؟ مناسب لشخصية الدكتور محمود؟ طائر غير مستقر في سما واسعة ملوش أرض. الظاهر إنك عرفتيه كويس قوي. مش عارفة يا علي، حاسة إن في حاجة مخبيها، حاجة هي مفتاح شخصيته ويمكن حياته كلها. ما قدرتيش تخليه يتكلم؟ أمال فين الفلسفة وعلم النفس؟ اعترف اني فشلت. ولغة العيون؟ قصدك ايه؟ قصدي انه ممكن تفهمي من عينين اللي قدامك اكتر من اللي يقوله بلسان. عينين حادة صاحبها مغرور فيهم سر. فتش عن السر. حاسة ان في صورة ناقصة في ألبوم حياته نفسي اعرفها. يبقى لازم تعرفيها. عليا انا لازم اسافر المنيا، لازم اقابل اهله، لازم اروح المستشفى اللي كان بيشتغل فيها اول ما اتخرج. نوع السكريبت اهو. انا هبعت معاكي مساعد المخرج. انت عارفه انه كان كاميرامان ممتاز ومسجل الصوت. دي مسؤوليه يا نوع. عليا البرنامج ده لازم ينجح لثلاث اسباب. اولا لان الضيف شخصيه مهمه. ثانيا دي اول مواجهه ليا مع الجمهور، صعب افشل. ثالثا معرفناش ثالثا. Thank you.
جماعة، في عندنا مفاجآت وضيوف، اصحوا معايا. سمير انت بقى على الدكتور محمود، ميديامات على ضيق، كل تعبيرات وشه ما تسيبش حاجة أبدا. عم أحمد تعالى اظبط لي هنا، الله يخليك. ايوه الله ينور عليك. هينو مش هقدر اقدم البرنامج. ايه مش هقدر اقدم البرنامج؟ جاي دلوقتي على الهواء تقولي الكلام ده؟ عم اديني الترابيزه من ايد تانيه. ايوه دي عم الميكروفون، هات الميكروفون. ابقى خليه يجيب السلك. ايه نو اتصرفي، قولي اي حاجه، قولي اني مت. خايفه تواجهي الجمهور ولا خايفه تواجهي نفسك؟ لا خايفه اواجه محمود، الدكتور محمود. مش من حقي اكشف حياته للناس، مش من حقي. اتجوزي يا عم حسن. البرنامج ده اتعمل عشان مواجهه الضيف مع نفسه، عشان كده بنديله جايزه. الجايزه يا عم حسن. هنا فين الكرسي يا جماعه؟ مين خد الكرسي اللي هنا؟ اصحوا معايا، مش معقول كده. مساء الخير. ازيك يا مدام عليك؟ اهلا يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا، ازيك؟ اهلا. انا اسف اتاخرت عليكم، لسه طالع دلوقتي من اوضه العمليات. ايه؟ في حاجة؟ لا أبدا، بس نهى مش عاوزة تقدم البرنامج. معقولة؟ ما هي إذا البرنامج ده ما تقدمش دلوقتي، دي مسؤولية أنا مش مستعدة أتحملها. نهى ده مش وقت التراجع. صدقني يا دكتور أنا مش عشان نفسي. مهما كان السبب، حتى لو عشانك. حتى لو عشاني. ستاند باي، احنا على الهواء. سيداتي سادتي، النهارده بيسعدنا جميعا ان نلتقي بالجراح المصري العالمي الدكتور محمود عبد اللطيف، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، والحاصل على زمالة كلية الجراحين في ميونخ. ترك مصر لعدة سنوات حيث عمل في مستشفى وايت لايف بجنيف، وتخصص في الجراحات الدقيقة وصمامات القلب، واستطاع في العام الأخير وحده أن يقوم بسبعين عملية جراحية ناجحة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة. يسعد برنامجنا اتنين على الهوى ان يستضيف الدكتور محمود الليلة وقبل سفره الى جنيف. دكتور محمود اهلا بيك في برنامجنا. اهلا وسهلا. الحقيقة دكتور محمود، احنا من ساعة ما اعلنا ان حضرتك هتكون ضيف حلقة النهاردة جات لنا خطابات كتير قوي، والمشاهدين بيسألوا هل لازال مرض القلب بيشكل نفس الخطورة التقليدية اللي عرف بيها في الماضي؟ برافو يا نوح. كاميرا اتنين، خليك على الدكتور محمود. اولا انا احب اطمن السادة المشاهدين انه اذا كان مريض القلب زمان كان ممنوع من الحركة، فاقد الامل في المستقبل، بيعيش دايما في انتظار النهاية، النهاردة مع تطور الطب والعلم والجراحة والتكنولوجيا الامر تغير خالص، لدرجة ان احنا بنقدر ان نوسع شرايين القلب، بنقدر نغير الشرايين نهائيا المسدودة او المتصلبة ونستبدلها بشرايين صحيحة من ساق المريض نفسه. طب ممكن ناخد من حضرتك فكرة عن القلب الصناعي؟ خدي الدكتور محمود. احنا لما بنعمل عملية في قلب المريض، العملية اللي بنسميها القلب المفتوح، طبعا بنضطر نوقف القلب. القلب الصناعي هو البديل عن القلب الطبيعي للمريض. دي بتبقى في وقت العملية بس. بالظبط، بيقوم بوظيفة القلب الطبيعي أثناء العملية. بيغذي الجسم طبعا الخلايا وبالذات خلايا المخ. الشيء الطريف هو الجهاز اللي أحيانا بنستخدمه علشان ينظم ضربات القلب.
ده بيبقى في داخل جسم المريض، بيستطيع المريض معاه انه يتحرك ويمارس كل وظائفه الطبيعيه. اظن حضرات المشاهدين يفتكروا كويس المريض الامريكي اللي اتعملت له جراحه زرع قلب واستطاع انه يعيش بنجاح فتره طويله. طبعا مع تقدم العلم والتكنولوجيا والجراحه هنستطيع ان احنا نمد في فتره حياته ان شاء الله. ممنوع التصوير في اوضه العمليات يا فندم. لا ده احنا معانا تصريح اهو. بس الدكتور محمود منع يا فندم. انا اسف. خلاص انا هصور هنا. لو سمحتوا مين فيكم الدكتور محمود عامل عمليه لابنه او بنته؟ ابنه. ايوه الدكتور محمود ربنا يخليه. اول امبارح عمل عمليه لابني بعد ما كان خلاص هيموت. لا بعد الشر. طب قولي لي هو فين دلوقتي؟ نايم مستريح. تيجي تشوفيه. حاضر حاجه. بس قولي لي ايه انت مستنيه ايه؟ انا مستنيه اشكر الدكتور محمود وابوس ايده، وكان مستنيه يخلص عمليه ابن سهير. اطمني. اطمني يا ماما. لا اطمني جمدي قلبك. العمليه طولت قوي. هي دكتوره بنعمل ايه؟ مبروك. اطمني. تسلمي لي. اشكري الدكتور محمود. ماما فين؟ الدكتور محمود عنده عمليه تانيه. مش عارف اشكره؟ ان شاء الله هيعدي عليكي في الاوضه. يا رب. ويطمن على الولد بنفسه. يا رب. بعد اذنك. يعني مش مجرد زياره، لكن بدعوة خاصة من مركز القلب لإجراء مجموعة من العمليات الصعبة والمجانية لأطفال كانوا محتاجين لك. مش كده يا دكتور محمود؟ الحقيقة أي طفل بعتبره ابني. دكتور محمود حضرتك ما ساعدتناش كتير في معلومات، يعني حضرتك ضيف صعب جدا، فاحنا اضطرينا ان احنا ندور على المعلومات بنفسنا. رول فيلم. اديني الارشيف. هتلاقي هنا كل حاجه عن عمليات الدكتور محمود اللي كتبت عنها الصحف الاجنبيه والمجلات الطبيه. كنا عايزين نبذة عن حياته. مش راح تلاقي الا حاجه بسيطه. لا قصدي يعني حياته اللي كانت هنا قبل سفره. كان بعيد عن الحياه الاجتماعيه. بس هتلاقي هنا خبر عن جوازه. جوازه؟ ايوه جوازه زي ما انت شايف. ما عندوش اولاد؟ كان عنده ولد واحد. بتقول كان؟ ايوه كان مات الله يرحمه. كام يا واحد؟ كلوز للدكتور محمود. كنا عايزين معلومات اكتر من كده. كل اللي عندي زي ما حضرتك شايف التاريخ واسم المستشفى. لو تديني يوم او يومين جايز اساعدك اكتر. يا ريت يا ريت يا استاذ عبد السلام. بس احب اسالك الاول، المعلومات دي عشان ايه؟ تأكد انها لصالح الدكتور محمود. على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي. ايوه انا كنت مع الدكتور محمود ساعة عملية ابنه احمد. اي دكتور تاني كان يمكن رفض يعملها لان الحالة كانت صعبة. طبعا الدكتور محمود بذل كل جهده. طبعا كونسلت الاطباء قال ان الجراحة غير مطمئنة، لكن الدكتور محمود كان عنده امل، امل ضعيف لكن كان مصمم. متشكرة قوي يا دكتورة سعاد. الدكتورة سعاد كشفت لنا جانب مهم جدا من الماضي، ومش بس هي، في ناس عزاز قوي وبيحبوك جدا، ليهم كلام كتير قوي لك ومحتاجين يشوفوك. مين؟ والدك ووالدتك. أنا زرتهم على اتصال بهم تليفونيا. دكتور محمود تسمح لنا إنك تسمع معانا كلامهم المرة دي من غير تليفون؟ قلت له تعالى شوفك، تعالى كل البامية اللي أنا عاملاها لك اللي بتحبها من زمان. يقول لي في التليفون حاضر يا أم وما يجيش. ليلة واحدة بات عندنا ومن الفجر راح على المستشفى. يا نعيمة. يا نعيمة. مشغول. مشغول. مش قادر تفهمي.
افهم ابني اكتر منك يا عبد اللطيف. انت فكرك انا مش عارفه ان ابنك كان هربان بره وهربان هنا كمان. هربان ازاي بس؟ ده دكتور قد الدنيا وياما بعت لنا وقال لنا تعالى عيشوا معايا بره. ايه ابنك بالعربي مش عاوز يقابل حد يعرفه ابدا. ليه؟ عشان ابنه اللي مات. انت عندك خبر؟ اي لا مش ده كله السبب. يا نعيم يا نعيم انت مش عارفه بتقولي ايه. ايه اللي مانيش عارفه بقول ايه؟ قلت مش عارفه. سيبني اقول اللي يعجبني، اقول اللي انا حاسه بيه، خلي الناس دي كلها تسمعني. اياك يكون محمود الاخر بيسمعني. يا ريتك يا ابني تسمعني. محمود ابني عمل كل ما في وسعه لمراته وابنه، لكن ما كانش فيه فايدة. كفاية كفاية، أريك قلت كل حاجة. لا لا مش ده السبب اللي خلى ابنك يهرب ويسيب البلد. الاتهام كان صعب قوي يا بنتي، لكن محمود كان يقدر يعديه، لكن مراته ما استحملتش الصدمة. الله يرحمه. احنا اسفين ان احنا فكرناك بكل ده. حضرتك عارف ان دي طبيعة البرنامج. حضرتك ممكن تعلق لو حبيت. للدكتور محمود؟ طيب هوصله صوتك. دكتور محمود، كانت مفاجأة اللي سمعناها دلوقتي. ملكش حق يا ابني تهرب، انت عملت اللي في وسعك واكتر، ويا ريت يا ابني ترجع لنا، احنا محتاجين لك معانا في مصر. اولاد بلدك اللي ممكن تعوض بيهم ابنك ومراتك. متشكر. دكتور محمود، احنا معانا مجموعة هنا من الجوابات كلها جت ليك ومن جمهورك، ممكن سيادتك تختار اي جواب منهم وتقراه معانا. افضل لبلدك. سيداتي سادتي، الحقيقة ان وقت البرنامج خلص، لكن في ضيوف جاي من بدري ومستنين يشكروا الدكتور محمود ويودعوه. ممكن ناخد كمان دقيقتين؟ افتحوا باب الضيوف. ازيك يا انكل؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا انكل؟ اهلا يا روحي. اهلا ولادك يا دكتور محمود، ولادك اللي عملت لهم عمليات صعبة واللي جايين يشكروك بقلوبهم الجديدة، وغيرهم اللي لسه محتاجين لك. اديني مجموعة، خليك مع نهى والدكتور محمود كلهم سوا. خليك على الدكتور محمود. كاميرا اتنين على نهى، بس بهمش ثانية. دكتور محمود، باسم البرنامج واطفالك
وجمهورك بنهديك الوسام ده. بس حضرتك كمان هتختار حد غيرك تهديه له. وسيادتك تقول لنا هتختاروا ليه. في انسان غيري يستحق الوسام ده. سيادتك ممكن تقول لنا مين هو؟ انت كاميرا واحد كلوز لنوها. إيه. لا 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 استوب. لا استوب مدام علي. اعمل استوب. استوب ايه؟ احنا على الهوا. ما ان دي اهم لحظه في حياتي. خلي الكاميرا عليهم. لا انا ما استحقوش. تستحقيه وهقول لك ليه. انت كمان كنت زي الجراح الشاطر. قدرتي بكل الجراه وشجاعه انك تفتحي جرح كنت مخبيه من زمان. لكن دلوقتي مدام كل الناس عرفته مفيش اي مبرر للهروب. لازم تترات. دكتور محمود هيفضل معانا.